أهلا بكم طلاب الصف الأول الثانوي في درس من دروس مادة الجغرافيا. النهاردة بنتكلم على الأقاليم المناخية في مصر، بس قبل ما نتكلم على الأقاليم المناخية في مصر عندي مجموعة كده مراجعة خفيفة كده على ما سبق دراسته في هذه الوحدة الثانية، المناخ والحياة النباتية والحيوانية. الأول عرفنا شباب المناخ وصف حالة الجو من حرارة وضغط جوي ورياح وأمطار. طيب، وعرفنا إن العوامل المؤثرة في مناخ مصر الموقع الفلكي والموقع الجغرافي والموقع بالنسبة لليابس ومظاهر السطح. عرفنا 4 حاجات: الموقع الفلكي، وعرفنا مصر تقع بين دائرة عرض 31 36 شمالا 22، ويعني بنبدأ من مثلا من جنوب مصر بس بنقول 22 31 36 شمالا، وبين طبعا خطي طول 25 و37، ولكن انا عندي المهم جدا في اولى ثانوي عايز الموقع الفلكي من حيث دوائر العرض. وطبعا وقوع الاطراف الشماليه في مصر ضمن مناخ البحر المتوسط. الموقع الجغرافي يؤثر تأثير واضح على مناخ مصر، وعرفنا المدى الحراري اليومي والمدى الحراري السنوي. نراجعهم: المدى الحراري اليومي الفرق بين متوسط درجة الحرارة العظمى ودرجة الحرارة الصغرى خلال يوم، يبقى يومي. طب السنوي أو الفصلي الفرق بين متوسط درجة الحرارة طبعا لأحر شهور السنة ومتوسط درجة الحرارة لأقل لأبرد شهور السنة. وعرفنا قارية المناخ اللي هو التفاوت الكبير في درجات الحرارة بين الليل والنهار. وعرفنا مناخ مصر في فصول السنة، وعرفنا 4 فصول: فصل الصيف بيبقى شهور يونيو ويوليو وأغسطس، يونيو ويوليو وأغسطس، تمام كده. وعرفنا الرياح اللي بتهب، عندي تهب الرياح يا شباب، تهب الرياح من مناطق الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض، وعندي طبعا سرعتها طبعا. وعرفنا ان الرياح اللي بتهب في فصل الصيف رياح الشمالية التجارية من البحر المتوسط، وهي جافة وبتيجي تعمل ايه بقى؟ تعمل تلطيف. واخدنا في الخريف سبتمبر واكتوبر ونوفمبر، ويعد فصل الخريف فصل انتقالي. وقلنا سؤال مهم جدا فيه: ليه فصل الخريف افضل فصول السنة؟ اعتدال درجات الحرارة، وعرفنا ان هو من الاعتدالين، قلنا الخريف والربيع، وعدم وجود تطرف في المناخ. واتكلمنا برضو يا شباب على فصول الشتاء، وعرفنا فصول الشتاء ديسمبر ويناير وفبراير، وعرفنا الرياح، عندي الرياح العكسية الشمالية الغربية المسقطة أو التي تسقط الأمطار، وعرفنا برضو الرياح الشمالية التجارية اللي تصل حتى مدينة المنيا جنوبا، وطبعا بيبقى جاية معاها برد شديد. فصل الربيع مارس وأبريل ومايو، والحرارة تتعامد أشعة الشمس على دائرة الاستواء، والخريف تتعامد الشمس على دائرة الاستواء، بينما الصيف تتعامد الشمس على مدار السرطان، والشتاء تتعامد الشمس على مدار الجدي. مهم جدا ان تعرف الحاجات دي يا شباب. وعرفنا في الربيع عند رياح محملة بالرمال والأتربة اللي هي رياح الـ50، وعرفنا ان قد تسقط الأمطار في فصل الربيع بس في شهري، خلال يعني شهر مارس وابريل، خلال شهر مارس وابريل. يعني لما اقول سؤال: تزداد كمية المطر السنوي في فصل الشتاء خاصة في جنوب الدلتا ولا ساحل البحر الاحمر ولا اقليم مريوط ولا القاهرة الكبرى؟ طبعا انا هختار لك 2 وهشيل لك 2، هختار لك 2 تختار منهم اقليم مريوط والقاهرة الكبرى. طيب، تتشابه مدينتي الغردقة والاسكندرية في ارتفاع المدى الحراري اليومي. طيب، المناخ القاري، ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية والتطرف الحراري اللي هو دال. يبقى انا اختار لك جيم ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية والتطرف الحراري اللي هو تتشابه مدينة الغردقة والاسكندرية، ويعرف ان دول مدن ساحلية. تخيل الفرق بين المدن الساحلية والمدن الداخلية او المدن القارية. ودرسنا النهاردة بنتكلم على شباب الاقاليم المناخية في مصر. الأول يعني إيه زي ما أنت شايف كده قدامك، يعني إيه مفهوم الإقليم المناخي؟ الإقليم المناخي مساحة من سطح الأرض بتتشابه في خصائصها المناخي. وعندي كم إقليم مناخي في مصر يا شباب؟ عندي 4 أقاليم: إقليم البحر المتوسط،
والإقليم شبه الصحراوي والإقليم الصحراوي وإقليم المرتفعات. طيب، على الرغم من التشابه الكبير في الخصائص المناخية في معظم الأراضي المصرية، إلا أنه يمكن تقسيمها لإيه؟ إلى أربع أقسام. طيب، بداية هنتكلم على إقليم البحر المتوسط. إقليم البحر المتوسط يا شباب، الموقع والامتداد يمتد على طول الساحل الشمالي، خلاص المطل طبعا، طول الساحل الشمالي المطل على البحر المتوسط، تمام يا شباب، من الحدود بتاعته هنلاقي من رفح شرقا حتى السلوم غربا. طيب، بعد كده بتكلم على الخصائص المناخية بتاعته. الخصائص المناخية أكثر الأقاليم مصر طبعا اعتدالا يا شباب، لأنه على البحر المتوسط، وطبعا درجة الحرارة بتبقى 14 درجة شتاء وفي الصيف 23. يقل المدى الحراري طبعا اليومي والسنوي بسبب تأثير البحر، يبقى يقل المدى الحراري اليومي والسنوي والمدى الحراري اليومي والسنوي لتأثير البحر المتوسط. الأمطار أكثر الأقاليم مصر مطرا، وتعد مدينة طبعا الإسكندرية من أهم طبعا يا شباب المدن طبعا اللي بتتأثر بهذا الإقليم. طيب، بعد كده عندي تسقط معظم الأمطار في الشتاء نتيجة هبوب الرياح العكسية الغربية. طيب، الرطوبة، لو جينا اتكلمنا على الرطوبة، ترتفع نسبة الرطوبة في الجو خاصة في فصل الشتاء. خد بالك، نسبة الرطوبة بترتفع وخاصة فين؟ في يا شباب الشتاء. طيب، لما نيجي نتكلم على أهم المدن هنلاقي مرسى مطروح، اسكندرية، رشيد، دمياط، العريش، رفح، كفر الشيخ، طنطا، السلوم. كفر الشيخ، طنطا، يا شباب السلوم، ادي اهم يا شباب المدن الموجوده. يبقى انا عندي دلوقتي لما نتكلم على اهم المدن قدامك اهو، هذه المدن تقع في اقليم البحر المتوسط، تمام كده يا شباب. بعد كده بتكلم على جزئيه مهمه جدا اللي هو ايه، بتكلم على اقليم شبه الصحراء. الإقليم شبه الصحراوي يمتد من جنوب إقليم البحر المتوسط حتى دائرة عرض 28، حتى دائرة عرض 28 شمالا، التي تمر طبعا بمدينة يا شباب، التي تمر بمدينة المنيا، التي تمر بمدينة يا شباب المنيا. طيب، لو جينا بصينا، يشمل طبعا جنوب الدلتا مناطق واسعة طبعا من الصحراء الغربية والصحراء الشرقية، يبقى إقليم شبه الصحراوي في مناطق واسعة من الصحراء الشرقية والصحراء الغربية. طيب، سواحل سيناء على خليج العقبة والسويس برضو. طيب، يبقى احنا عرفنا دلوقتي الموقع والامتداد في الحاجات اللي احنا لسه قايلينها. طيب، يقل معدل الرطوبة، يقل معدل الرطوبة نسبيا شتاء وترتفع طبعا صيفا، صيفا تقل كمية الأمطار كلما اتجهنا جنوب. ترتفع درجة الحرارة، يقل متوسط درجة الحرارة في الشتاء عن إقليم البحر المتوسط وترتفع صيفا، حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة 27 طبعا شتاء و13 درجة. مع ارتفاعه بالاتجاه طبعا بترتفع كلما اتجهنا جنوبا. يزداد المدى الحراري خاصة كلما اتجهنا نحو الداخل جنوبا، يبقى المدى الحراري بيزيد اهو. الامطار، تقل كمية الامطار كلما اتجهنا جنوبا، برافو عليك. يقل معدل الرطوبة النسبية شتاء وترتفع صيفا نسبيا، يبقى بتقل الرطوبة في الشتاء وبترتفع في الصيف. طيب، تعال شوف بقى كده اهم المدن الموجودة، هنلاقي القاهرة، السويس، شبين الكوم، بني سويف، الواحات البحرية، المنيا. البويض طبعا في الواحات يا شباب البحرية. طيب، احنا عرفنا دلوقتي اقليم شبه الصحراوي اللي هو جنوب اقليم البحر المتوسط حتى دائرة عرض كام يا شباب؟ 28 شمال، التي تمر بمدينة المنيا، وعرفنا ان هو في مناطق واسعة بالصحراء الشرقية والصحراء الغربية، وعرفنا سواحل شبه جزيرة سيناء طبعا على خليج العقبة وخليج السويس شبه صحراوي، وعرفنا درجة الحرارة زي ما احنا قلنا يا شباب، درجة الحرارة طبعا مختلفة عن اقليم البحر المتوسط. يبقى ادي اقليم البحر المتوسط، بعد كده عندي اقليم شبه الصحراوي، وادي الاقليم الصحراوي، وادي الجزء الاصفر ده اقليم المرتفعات. يبقى الخريطة وضحت لي دلوقتي اربع اقاليم في مصر، اقليم البحر المتوسط، بعد كده عندي اقليم
شبه الصحراوي زي ما انت شايف اهو، وادي خليج العقبة، وادي خليج السويس، خليج العقبة، خليج السويس، وادي عندي الاقليم الصحراوي، والاصفر فاتح شوية ده اقليم المرتفعات. بنتكلم على دلوقتي، احنا ماشيين دلوقتي في الاقليم شبه الصحراوي، درجة الحرارة هي قلة متوسط درجة الحرارة في الشتاء، تمام، وترتفع صيفا، تمام، حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة في الصيف، متوسط درجة الحرارة في الصيف 27، طبعا بتزيد يا ولاد، اه بتزيد يا مستر، وشتاء طبعا 13 مع ارتفاعه بالاتجاه جنوبا، يعني بترتفع كلما نتجه ايه طبعا لانك داخل على الاقليم ايه الصحراوي، يزداد المدى الحراري خاصة كلما اتجهنا نحو الجنوب، وايه تاني كمان، تقل الامطار خاصة كلما اتجهنا نحو الجنوب، تقل معدل الرطوبة نسبيا في الشتاء وترتفع طبعا في الصيف. وعرفنا المدن الموجودة فيه، اه قدامك ادي المدن الموجودة فيه. بنوصل بعد كده يا شباب الى اقليم طبعا الصحراوي. الاقليم الصحراوي مختلف شوية يا شباب، فيه انه هو يمتد جنوب دائرة عرض 28، تمام كده، التي تمر بمدينة، خد بالك 28 دي بتمر بالمنيا، لذلك المنيا دي مدينة التقلبات كلها، مختلفة المناخ، آه يعني فيها ايه زي فيها تغير زي ما احنا بنقول، تمر مدينة المنيا وحتى الحدود السودانية اللي هي جنوب مصر. طيب يشمل الجزء الجنوبي لكل من الصحراء الغربية والصحراء الشرقية، يبقى الجزء الجنوبي من الصحراء الشرقية اقليم صحراوي، والجزء الجنوبي من الصحراء الغربية اقليم صحراوي. تعال نتكلم على الخصائص المناخية زي ما انت شايف قدامك. يعد اعلى اجزاء مصر حرارة خاصة في فصل طبعا الصيف نهار، يبقى درجة الحرارة يسود المناخ القاري، فيكون الصيف أعلى أجزاء مصر حرارة. إحنا بنتكلم في إقليم اسمه إيه؟ إقليم صحراوي، حيث ترتفع درجة الحرارة نهارا وقد تصل إلى كام يا شباب؟ إلى 40، وتنخفض ليلا طبعا إلى 25، فطبعا برضو عالي جدا. طيب وشتاء البارد في النهار وشديد البرودة ليلا. لو بصينا فاكرين الاقليم الصحراوي وقلنا الاقليم الجهات القاريه او اقليم الجهات الداخليه شديد الحراره صيفا خاصه بالنهار، شديد البروده شتاء وخاصه بالليل، قد تنخفض درجه الحراره طبعا على مدينه المنيا في بعض ليالي الشتاء لتصل الى اقل من الصفر، احنا قلنا المنيا متقلبه خالص مدينه التقلبات المناخيه. آه بعد كده عندي، واحنا عرفنا على خط كام؟ 28، سامع واحد بيقول هايل. ويتميز طبعا الاقليم ده ان الامطار بتاعته يندر سقوط الامطار وعاده ما يسقط بكميات قليله وغير منتظمه، بس في فصل الشتاء، في فصل يا شباب الشتاء. الرطوبه يتميز هنا بقى بانخفاض معدلات الرطوبه النسبيه صيفا وشتاء، تبقى تنخفض نسبه الرطوبه صيفا وشتاء. اهم مدن الاقليم طبعا اسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، أسوان، سفاجة، القصير، الخرجة. سفاجة، القصير، يا شباب الخرجة، سفاجة، القصير، الخرجة. يبقى أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، سفاجة، القصير، الخرجة، دي طبعا يا شباب أهم مدن إقليم الصحراوي. بنتكلم بعد كده على جزئية مهمة جدا من الأقاليم اللي هي أهم المدن زي ما احنا قلنا، ادي اسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، القصير، الخارجه، اخر اقليم اقليم المرتفعات. اقليم المرتفعات لو جينا قلنا مثلا الموقع والامتداد، يشمل هذا الاقليم جبال البحر الاحمر، ويشمل هذا الاقليم جبال جنوب سيناء، يبقى جبال جنوب سيناء وجبال البحر الاحمر. بنتكلم على الخصائص المناخيه. الخصائص المناخية يعد إقليما مناخيا متميز. طيب بالراحة ليه؟ درجة الحرارة تختلف من منطقة لأخرى حسب ارتفاع السطح، منطقة درجة الحرارة فيها عالية، منطقة درجة الحرارة فيها منخفضة، ليه؟ بسبب الارتفاعات، تنخفض الحرارة إلى أقل من 10 درجات في الصيف وشتاء مقارنة بالإيه؟ درجات صيفا وشتاء مقارنة بالمناطق الساحلية يا ربي المجاورة لها. يعني عندك مثلا اديني مثال سانتي كاترين، مدينة ايه يا شباب؟ سانتي كاترين طبعا ممكن تصل درجة الحرارة طبعا إلى دور الصفر أو ثلاثة أو أربعة طبعا، وقد تتساقط عليها طبعا الثلوج، وطبعا احنا عارفين المعلومة دي إن سانتي كاترين في الشتاء شباب بيبقى درجة ايه الثلوج فيها ايه عالية، بتبقى يعني يتساقط عليها، وطبعا في الوقت ده بقى مثلا
بينما تصل في شرم الشيخ القريبة منها 14 درجة. يبقى دي 3 أو 2 أو مثلا 1، وشرم الشيخ 14، اللي هي ما بين بعض أو ما بين المسافة ما بين الاتنين مثلا ساعتين في الطريق أو ساعتين ونص. الأمطار تسقط شتاء وتقل صيفا، قد تكون الأمطار طبعا رعدية فجائية ينتج عنها سيول في فصل الخريف والربيع. تسقط أمطار غزيرة طبعا على جبل علبة اللي هو في أقصى جنوب يا شباب مصر، اسمه جبل علبة أقصى جنوب مصر. جبل علبة ده طبعا من الجبال اللي هي تعتبر محمية. لا تعد الصحراء الشرقية ولا الصحراء الغربية إقليما مناخيا مستقلا. الإجابة صح. طيب ليه؟ الأطراف الشمالية في الصحراء الشرقية والغربية تختلف عن الأطراف الجنوبية، لأن دول في أقاليم مختلفة عن الإقليم مثلا اللي في الجنوب. يبقى ده مثلا صحراء، يبقى إذا اختلاف الأقاليم المناخية ما بين شمال الصحراء الشرقية والغربية وما بين جنوب الصحراء الجنوبية في جنوبها، يعني جنوب الصحراء الشرقية وجنوب الصحراء الغربية. يبقى كده يا شباب احنا عرفنا دلوقتي اللي هو ايه الخصائص المناخية، وعرفنا طبعا الموقع. هنيجي بقى اهم طبعا المدن المصرية التي تقع في هذا الاقليم، مدينة سانت كاترين. التغيرات المناخية بقى الجزء التابع لهذا الدرس واثرها. التغير المناخي، لما يجي يقول لي يعني ايه تغير مناخي؟ اللي هو اختلال في الاحوال المناخية المعتادة زي الحرارة والرياح والامطار التي تميز اي مكان ما على سطح الارض. طب يؤدي الى المدى الطويل الى تاثيرات هائله. يحدث التغيرات المناخيه للكره الارضيه. لو بصينا كده هنلاحظ التغير المناخي طبعا وتصاعد الحاجات دي كلها وعمليه الاحتراق وتصاعد في الغلاف الجوي ثاني اكسيد الكربون والغازات المحتبسه دي، وغازات كتير جدا يا شباب، يعني زي الهيليوم وزي الاوزون والميثان وثاني اكسيد الكربون وعمليه الكربنه اللي بتحدث في الغلاف طبعا، وبخار الماء ده كله بيأثر على ايه يا شباب؟ على طبقة الأوزون الموجود. طيب نتكلم على جزئية التغيرات. احنا قلنا المفهوم أسبابها زيادة في نسبة تركيز الغازات المتولدة عن عمليات يا شباب الاحتراق. ادي الصورة قدامكم. يحدث التغير المناخي للكرة الأرضية زي ما انت شايف، زيادة نسبة تركيز غازات الاحتباس دي هي الحراري زي بخار الماء زي ما احنا قلنا من شوية، زي غاز ثاني أكسيد الكربون عوادم السيارات، زي الميثان والأوزون، وطبعا الفريون الموجود هنا في طبعا التكييفات والثلاجات وشركات كبيرة جدا وعمليات احتراق وتصاعد. طبعا بيحدث ده كله في الغلاف الجوي، أدى إلى إيه؟ طبعا ارتفاع درجات الحرارة في العالم بصفة عامة، وطبعا أدى إلى ذوبان الجليد في القطبين وزيادة منسوب البحار والمحيطات. مش بس كده، ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الأشعة الضارة. طب تيجي نبص بقى بالنسبة لكذا حاجة بقى. لما نتكلم بالنسبة إلى المياه المالحة والمياه العذبة، بالنسبة للمياه المالحة والعذبة هنقول ارتفاع معدلات درجات الحرارة طبعا فيما يؤدي إلى انصهار الجليد عند يا شباب القطبين الشمالي والجنوبي، مما يسبب في ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات زي ما احنا قلنا. طيب ايه النتيجة؟ غرق السواحل. حتى بيقولوا لنا العلماء ان السواحل المصرية بعد كام سنة هتغرق منها مسافة طبعا بالكيلوات يا شباب، وده طبعا ايه شيء محزن، ولكن طبعا تقوم الدول والحكومات طبعا بعمل مصدات لهذه الايه اللي هو زي المد والجزر والانهيار ده، فبتقلل من حدة طبعا هذه ايه، ولكن دي تغيرات بتطرأ على ايه الدنيا كلها. فسبحان الله في ايه في هذا الكون. بعد كده بتكلم على التغيرات طبعا في المياه العذبة زي ما احنا قلنا، تغير معدلات وأماكن سقوط الأمطار ومواسم سقوطها، وعندي كمان زيادة معدلات التبخر بالتالي نقص كميات المياه، وانصهار الجليد عند القطبين، وانصهار الجليد يا شباب عند القطبين. طيب لما نيجي التأثير على صحة الإنسان بقى، ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى زيادة معدلات تكاثر الحشرات وخاصة فين؟ في الصيف، وانتشار الأمراض المؤذية للإنسان. طيب اديني سؤال زي الملاريا، أمراض خطيرة، سرطان الجلد، بالإضافة إلى ضربات الشمس، كما أن وفي ناس بتجي لها حساسية مفرطة، كما أن للمناخ تأثير كبير على زيادة معدلات طبعا انتشار وتكاثر الحشرات.
المسببة والناقلة للأمراض. تأثير التغيرات المناخية على السياحة، طبعا اختفاء أجزاء من الشواطئ الرملية زي ما احنا قلنا بسبب طبعا التعرية المائية دي والمد والجزر ده، خاصة على طول السواحل الشمالية، طبعا بتعمل مشكلة في السياحة وبتقلل ايه السياحة. تأثير التغيرات المناخية على طبعا السياحة، قلنا تأثير التغيرات المناخية آخر حاجة على الزراعة تعمل ايه بقى؟ ارتفاع درجة الحرارة ما بتساعدش على، تخيل بقى ارتفاع درجة الحرارة مثلا في الصيف طبعا بتعمل احتراق للنبات، فالنبات عايز يشرب بصوره مستمره، فما فيش عندك شح مائي، عندك مشكله في الميه، فالنبات بيموت. يعني ارتفاع درجه الحراره يؤدي الى الحاجه لمزيد من ميه، خلاص كده عشان تقلل يا عيني من صعوبه هذه الايه، يعني مش قادر، مش يعني الزرع زي الانسان كده بيتنفس، فمحتاج طبعا ماء ومحتاج طبعا عملية البناء الضوئي بتاعته، فارتفاع درجة الحرارة بتؤثر على ايه المنظومة كلها. طب لو انخفضت انخفاض انتاجية، طبعا لو احنا قلنا بقى مثلا في الشتاء البرودة شديدة، طب البرودة الشديدة بيحصل ايه وهو المحصول عايز نسبة من الشمس عشان خاطر البناء الضوئي بتاعه يحتاج الى درجات حرارة طبعا، ولكن طبعا مشكلة طبعا بيحصل النبات بيتلف. يبقى ارتفاع درجات الحرارة يؤدي الى الحاجة لمزيد من مياه الري وانخفاض انتاجية بعض المحاصيل الشتوية التي تحتاج إلى درجات حرارة منخفضة، ويقابلها ارتفاع في انتاجية بعض المحاصيل الصيفية. يبقى إذا لخبط الفصول واتغيرت، احنا دلوقتي في شتاء ولا في صيف، ولا في صيف ولا في شتاء، احنا دخلنا على الربيع ولا الخريف، اللخبطة دي بسبب التغيرات اللي بتحصل بسبب زي ما احنا قلنا بقى يا شباب اللي حصل من الإنسان وتأثيره على البيئة، اللي هو زيادة نسبة تركيز غازات الاحتباس الحراري زي بخار الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون اللي بقى تصاعد بكثرة بسبب المصانع، وإدارة حتى المستشفيات طبعا بتبقى فيها منظومة برضو إنه بيولد أو بيحرق وقود عشان خاطر برضو أجهزة عنده، بالإضافة إلى ثاني أكسيد الكربون والميثان والأوزون وغازات كتير جدا يا شباب نسبتها 1% وعددهم كبير جدا، وإن طبعا بتأثر على طبعا طبعا ارتفاع درجة الحرارة بصفة مستمرة وشديدة، تؤدي إلى طبعا الاحتباس وتؤدي إلى ذوبان القطبين زي ما احنا قلنا، وتؤدي إلى أو تحدث أضرار طبعا في طبعا غازات طبيعية تلعب دور مهم في مثلا تدفئة سطح الأرض، وبدونها تنخفض درجات الحرارة إلى تحت الصفر، وتقوم تلك الغازات بامتصاص جزء من الأشعة تحت الحمراء التي تنبعث من سطح الأرض وتحتفظ بها في الغلاف الجوي للأرض لتحافظ على درجة حرارة الأرض في معدلات طبيعي. طيب أعلنت برضو بعض الجهات العلمية أن تم ملاحظة 12 مرض مميت للإنسان زاد انتشارها بشكل واضح بسبب التغيرات المناخية، يعني ده برضو مؤثر على صحة الإنسان وبالتالي الحيوان، ومنها فيروس أنفلونزا الطيور، وقد أدى هذا المرض إلى وفاة العشرات. وطبعا وانفلونزا الطيور وانفلونزا الاتش دي 1 والتانية اللي هو الحشرات واللي هو حاجات كتير جدا يا سبايا الشباب بتأثر على طبعا الإنسان، وآخرها طبعا فيروس كورونا طبعا اللي هو يعتبر من من الفصيلة بتاعتهم، فبيأثر طبعا على كل حاجة، بيأثر على حتى كل العمليات الموجودة والحياة والأنظمة. ربنا يحفظنا يا رب جميعا ويسترها معانا إن شاء الله، والوقاية والمحافظة أهم حاجة، ونشوفكم على خير في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.